انطلاق أعمال الملتقى العلمي الثامن لكليات طب الأسنان في جامعة حلب تحت عنوان بالأمل والعمل نرتقي، ويشمل معرضا علميا تخصصيا يضم أحدث أدوات وتجهيزات طب الأسنان للطلاب والباحثين، حيث يناقش الملتقى عددا كبيرا من الأبحاث تغطي كل الاختصاصات السنية من قبل نخبة من أساتذة الجامعات السورية. الغاية الأساسية هي قدر الإمكان صقل معلومات خريجينا اللي بيتخرجوا من كلية طب الأسنان. مهمة الجامعة الأساسية هي متابعة الخريج، مو فقط تدريس الخريج وتعليمه وإعطائه، لا أيضا متابعة الخريج وصقل معلوماته. فعم نحاول نحن خلال هذا المؤتمر اللي فعلا هو مؤتمر صار ضخم جدا. الحقيقة المؤتمر جيد، في مجموعة كبيرة من خيرة الأساتذة والمحاضرين من الجامعات السورية، محاضرات ذات قيمة عالية، ودليل على ذلك الحضور الكثيف في قاعة المحاضرة. من اللقاءات هو مطلب لخريجين الحديثين بطب الأسنان لتوسيع مداركهم ومعلوماتهم، وأيضا للخريجين القدامى لتجديد معلوماتهم. تشارك في الملتقى مجموعة من مستودعات وشركات القطاع الخاص العاملة في ميدان الأدوية والأجهزة الطبية والسنية والمواد المخبرية، وبدورهم الطلاب أكدوا على أهمية المؤتمر والفائدة الكبيرة لهم منه نظرا لقيمة المعلومات المقدمة فيه. شاركنا بشركة هارفورد الألمانية، شركة يوديجي الصينية، الأصناف المتعددة والأسعار المميزة بحيث أنه ندعم الطالب يحقق المستقبل المنشور إن شاء الله وتعالى. الناحية العلمية في محاضرات قيمة عبي القوة كبار الدكاترة في جامعة حلب، الجامعات السورية بشكل عام. الملتقى اليوم بتعرفك على شيء جديد، يعني يوم أحدث شيء ما توصل له الطب اليوم، يعني اليوم عم نشوف آلات جديدة، مكانات جديدة، كل شيء بعالم الطب الأسنان. يحمل هذا الملتقى أفقاً واسعاً للطلاب الدارسين من خلال تقديم المعارف المتطورة والخبرات المتبادلة التي تقدم من قبل الجهات المشاركة. تهدف جامعة حلب من خلال ملتقى طب الأسنان والمحاضرات العلمية المتنوعة فيه إلى اطلاع الطلاب على آخر ما توصل إليه العلم. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.